بالنسبة هو حل للفلاح اللي ما يقدرش على باش يشري تراكتور، وحل للفلاح بعدها باش يرتاح من الكريم تاع التراكتور. لي بارسيال معناتها الصغار، مساحات معناتها اللي عنده هكتار زوز حتى ثلاثة حتى أربعة، فهمتني؟ ولا معناتها ينجم يخدم هذا لي سوبرفيسي الكل، ويكون له معناتها حل برشا مشاكل معناتها، ويربحوا برشا وقت ويربحوا برشا حاجات، فهمتني؟ وزاد الفلاحة معناتها الكبار اللي عنده بارسيال كبار زاد يبقوا يسحقوا الموتوكونتير. علاش؟ على خاطر هو الحجم نتاعو صغير ويدخل اونتر لي ليني وللبلايص اللي ماهمش اكسيسيبل، ويخدم زادا اون باراليير مع التراكتور. السوبرفيسي الكبار يتخدموا بالتراكتور اونتر لي ليني مقبلك على الكوتاغول، ينجم يتبعهم هذا بويسك الحجم نتاعو صغير وبلي بويسون، بويسونس نتاعو 10.9 شوفو، حاجه قويه وفرد وقت الحجم نتاعها صغير باش تمكن الفلاح بعدها باش يوصل للبلايص اللي ما ينجمش التراكتور اللي يتعدى له. ساعدنا كاحنا كفلاحة كي اللي عنده يعني بالخص بارتي صغيرة كي شوية مش حاجة كبيرة برشا، خدم يعني خدم بالبي خدم بي إن شاء الله نفضل منها كعبة يعني مبين إن شاء الله. بالنسبة للخدمة حاجة نهائية، ميكانيك يعني لنا اللي يجيبه بغل نهار كامل يخدم له ساعتين يضرب 70 دينار، هذه تعاون الفلاحة وتعاون كل شيء، وننصح الفلاح الكل باش يسامو منه. بالنسبة لأن الدور منزب وزلفة بني خلاد وكجيات اللي عنده بالأخص الشجر وشوين السفيرة، اللهم صلي على النبي وربي يوفق الجميع. مادم والفلفل في قربة في قربة وجريد وكجيات يزرع الفلفل وطماطم والسلاطة والواحد خدمتهم مكاو بسباس ما يخدموا كان بيهم هم. بالنسبة لمنطقتنا جهات غير ملح والزوين وعوجة وجهات الكل، اللهم صلي على النبي وخويا ربي يوفقكم وربي يوفق الجميع، وإن شاء الله يتكلموا وناخذوا منه.